مستعير وسعيد جدا لأن اليوم هو يوم فيروز، فبالنسبة لي هذا أجمل يوم في حياتي، لأنني دائما أريد أن أتكلم عن فيروز وأحب أن أتكلم عن فيروز. 24 ساعة في اليوم سأتكلم عن فيروز ولا أتعب، أشعر بالفرح. فيروز هي رمز، like my name رمزي، رمز means symbol، فهي رمز لبنان. لذلك كل العرب يحبون فيروز، ولكن خاصة اللبنانيون يظنون أن فيروز هي رمز لبنان، هي رمز السلام. فهي الآن عمرها ربما 80 سنة، 81 سنة ما شاء الله، وما زالت تسكن في لبنان. يعني كان هناك حرب كبيرة كما تعرفون في لبنان لمدة طويلة من 70ات إلى 90ات، وفيروز ما تركت لبنان، بقيت في لبنان خلال الحرب. فهي كان يمكنها أن تسافر إلى أمريكا وتشتري بيت جميل في أمريكا، ولكن قالت لا، أنا لا أترك لبنان. فبالنسبة لنا هناك أمل، hope، في لبنان لأن فيروز في لبنان. إذا فيروز تركت لبنان، مع السلامة لبنان بالنسبة لنا. طبعا هي رمز السلام، هي رمز الحب. ما معنى فيروز؟ كلمة فيروز هي لون، ولكن ليس أحمر، لا ليس أحمر، ليس أزرق، ليس أسود، إنما لون تركويز. ربما عاصي الرهباني هو سبب نجاح فيروز، فلذلك فيروز كانت ناجحة لمدة من 60ات حتى الآن. نعم إيمان، هي صوتها جميل، ولكن بدون الكتابة، بدون الموسيقى، لا أعرف إذا فيروز كانت ستنجح. عاصي الرحباني يا طلاب كان عنده أخ، وأخوه كان اسمه منصور الرحباني. منصور الرحباني، so they would call the two brothers الأخوان رحباني أو الرحابنة. فعندما ننظر إلى السيلبس أو البرنامج الأسبوعي بالنسبة لليوم، نتكلم عن فيروز والرحابنة. الرحابنة is kind of a collective plural for the last name رحباني، encompassing زوجها عاصي وأخو عاصي الذي اسمه منصور. منصور وعاصي كتبوا كثير من الأغاني معا، يعني نصف عاصي نصف منصور، واسمهم الأخوين رحباني. زياد ابن فيروز ما شاء الله، عندما مات زوج فيروز عاصي الرحباني، بدأ زياد الصغير يكتب الأغاني لوالدته. فهي يعني، والحمد لله، بعد موت أو وفاة زوجها عاصي، هي ما توقفت، she didn't stop، ما توقفت عن الغناء بسبب ابنها. فأحيانا نقول أن أسرة الرحباني هي أسرة عندها موهبة كبيرة للموسيقى، ربما في الدي ان اي، يعرفون كيف يكتبون من الوالد إلى الابن. If humanity were to send a Safira to the نجوم، who better than فيروز؟ طيب، ففي السيلابس أنتم تعرفون، أنا كتبت عندي لينك هنا، هذا الرابط في الإنترنت، you don't have to click on it now، ولكن في البيت سترون أن الأستاذ مجنون فيروز. فلذلك ماذا فعل الأستاذ؟ فعل بلاي ليست، public بلاي ليست في اليوتيوب، فيها كل أغاني فيروز. نعم، من عمل على هذا؟ here رمزي صلتي يوزر هو أنا. ولكن يا إيمان، تعبت جدا، أخذ وقت كثير كل هذه الأغاني، لأن وضعتهم من القديم إلى الجديد، chronologically playlist. نعم، wow. فنبدأ في سنة 66، وثم نذهب it used to be black and white، أبيض وأسود، إلى آخر فيديو لها، وهو في أبريل 2020، يعني قبل شهرين كانت فيروز في يوتيوب، وكل الناس قالوا أوه فيروز ما زالت
تعيش في لبنان، ما زالت تغني. هي في الحقيقة الآن صوتها ضعيف إيمان، يعني ليس صوت فيروز القديم، ولكن أحيانا هي تتكلم عن تصلي. أنا عندي مدونة في الإنترنت، المدونة اسمها Arabology، لأن اسم برنامج الراديو الذي عندي أيضا اسمه Arabology. فهذه مدونة Arabology، وفي 5 يناير 2019 أنا قررت. علي، باي ذا واي، أنا ليس لي حياة، ليس عندي حياة، حياتي هي الموسيقى. لذلك أحيانا أجلس في البيت، ماذا أفعل اليوم؟ سأترجم أغنية لفيروز. بالنسبة لي هذا يومي. I mean, we can cheat and look at the English since it's colloquial, but here we go. We're going to begin here in a moment. علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى الهوى خدني على بلادي. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. هل هناك أي سؤال يا طلاب؟ No? Okay. شكرا لكم. تذكروا فيروز في العالم، therefore العالم ممتاز. بخير. مع السلامة. مع السلامة.